أعزائنا المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم أنت تسأل والإنجيل يجيب يشرفنا جدا وجود خادم الرب الأمين دكتور حليم حسب الله معانا في هذه الحلقة أهلا وسهلا بك أهلا بك أهلا بك خالي شكر الرب جدا لأجل الكلام الرائع اللي لكل حديث له حدود الا المحبه فواسعه جدا واحنا بنتكلم ونتعلم ونغوص في بحر محبة الفادي النهاردة في بعض العبارات بحتاج أخذ من رأيك بعض التفسيرات وبعض الأمور اللي توضح كيف نعيش عمليا في عبارة جميلة جت في أفسس خمسة عدد اثنين إخوات المشاهدين في رسالة أفسس خمسة وعدد اثنين يقول الرسول بولس بطريقة غريبة جدا واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحه لله رائحه طيبه. يعني احنا عايشين في زمن نسمع عن المحبه، نقرا عن المحبه، ب... عايز اقول لك اتملت ملينا دنيا ملينا العالم كله بكلامنا عن المحبه، لكن سلوكه في المحبه كيف نستطيع هذا ونترجم المحبه عمليه في السلوك؟ ده يورينا ان المحبه مش مجرد عباره تتقال او نشيد ينشد أو ترنيمة ترتل أو عظة توعظ أو أقوال رنانة تعجب نعم لكن المحبة سلوك وحياة لازم نعيش ونسلك هذه المحبة سلوك عشان كده أقول اسلكوا في المحبة وحطوا قدامي الرب يسوع كنموذج كما أحبنا المسيح اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح بمعنى آخر المسيح لم يتكلم عن المحبة على منابر مع أنه علم فيها وعنها لكن المسيح عاش المحبة أمام التلاميذ قبل أن يذهب ليعلن الإعلان الأكمل للمحبة أبسط الأشياء التلاميذ كجنس هم يهود ما موقفهم بالنسبة للأمة اللي أنا تعلمته في الكتاب المقدس أن اليهود بيكرهوا الأمة نعم وقول عنهم أصعب العبارات ككيلة. يعني من ضمن أوه. الصلوات اللي بيصلوها في التلمود على ما اظن بيقول له اشكرك لانك لم تخلقني امميا كلب نعم فحتى الكتاب عرفنا نفسه ان نظرتهم الى الامم دول كلاب لكن هم اعظم الشعوب لو المسيح جنسه يهودي كانت نظرته تبقى نفس الطريقه لكن لان المسيح سماوي جاي من السماء بالحب الالهي لكل البشر عشان كده ما فرقش اطلاقا بين الامم وبين اليهود. نعم. جاءت المراه الكنعانيه الامميه، كنعانيه من شعب ملعون، من شعب قال عنه الكتاب عبيد، عبد العبيد يكون. لكن ماذا فعل الرب، ماذا قال التلاميذ عنها صحيح لما صرخت بتقول له ارحمني ابنتي مجنونه جدا، لم يجبها يسوع بكلمه، صمته وسكوته كان يقصد ان يصحح مفاهيم مغلوطه عند اليهود وعند تلاميذه. فالتلاميذ قالوا له اصرفها إنها تصيح وراءنا يعني قد التلاميذ اصرفها نعم. يعني والله خلاص مع السلامة تمشي من هنا عملت لنا انزعاج الرب يسوع بيقول لهم ما ال... ما هي قالت يا سيد أعني والرب يسوع قال لها عبارة لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة قالت له أعني قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ودي اللغة بتاعت اليهود نعم. الرب عاوز يعرفها أنت جياني كابن داود لأن بتقول له يا ابن داود ارحمني جياني كابن داود يبقى نظرتي ليك كابن داود كأولاد داود نعم لكن لا غيري رأيك قالت له يا سيد أعني ما قالت لهش ابن داود تاني فهمت قلت حسنا حسنا قلت قلت نعم والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها نعم, نعم. عشان كده الرب قالها عظيم ايمانك ما اخذتش خبز الكلاب ده اخذت خبز البنين روحت مم. لقيت ابنتها بقت 100% فاليهود ما يحبوش الامم لكن شوف الرب يسوع سلك قدامهم مسلك سليم قدام الامميه حرر بنته وعرفهم ان هو بحبها اليهود لا يعاملون السامريين لكن ماذا فعل مع المراه السامريه؟ خلصها طب وماذا فعل لما التلاميذ قالوا له نطلب نار تاكل القريه اللي رفضت قريه السامريين؟ قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما؟ ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص فسلك المسيح مسلك قدامه الحب الكامل لكل العالم امم وسامريين وايضا لليهود انه محب فهو كما سلك المسيح كما عاش المسيح مش كده بيقول انا عايزكم تسلكوا في المحبه بنفس الطريقه والكيفيه اللي عاشها المسيح. ده مش كده وبس، ده المسيح في محبتنا قدم نفسه لله قربانا زي ما حضرتك اسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحه لله وذبيحه لله رائحة طيبه نعم كان الله وقلب الانسان. عاوزكم انتوا كمان تسلكوا في المحبه وده جانب اخر. تحبوا الله وتضحوا عشانه وتحبوا بعضيكم وتعيشوا في المحبه وكل واحد يقدم نفسه بدلا عن اخوه قدم نفسه للاخرين مسيح احبنا واسلم نفسه لاجلنا ينبغي ان نقدم زواتنا لاجل الاخوه لاجل الاخرين عشان كده المحبه مش كلام محبه مش وعظ محبه سلوك ينبغي ان نسلكه وهل استطيع ان اسلك هذا المحبه ده مش مستحيل لان في عباره دكتور حريم بصراحه بتتردد لما يجي اي خلافات بين زوج وزوجه ويقول له مثلا المسيح قال كده فيقول لها مش انا المسيح فأي خلافات بيننا وبين بين بعض العلاقات يقول لك انا مش المسيح لكن اعتقد النهارده بعد ما انت وضحت ان ان المحبه مش شعارات نسلك هل في امكانيه ان نعيش كما عاش المسيح وسلك في المحبه؟ الامكانيه معطاه لنا اولا احنا عندنا طبيعه جديده. احنا عندنا طبيعه جديده ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده خليقه جديده فاحنا اتخلقنا خليقه جديده الطبيعه الجديده هي طبيعه الحب شركاء الطبيعه الالهيه نعم. يعني مش خد بالك مش فرض يفرضوا علينا غصب عننا وشيء صعب لازم نعمله لا أم. ده مسلك الحياه قول لي السمك ليه بيعيش في المية ما يعيش بره يموت لو عاش بره يبقى ده مز... ده يبقى ده حياته تمام حياته كده ليه حضرتك ما تعيشش في الميه؟ هتفطس وتموت هي الحياه كده فالمحبه في المؤمنين ده مسلك حياه ده مبدا حياه ده حياتي كده مش محتاج الى معونات عشان كده ان لم تولد من فوق ما تقدرش تعيش الكلام اللي انا بقوله فرقم واحد تاكد انك ولدت من الله وصرت شريك الطبيعه الالهيه رقم اثنين عندنا امكانيات شركه مع الرب شركه مع الرب الوجود في محضره الكتاب المقدس المفتوح اللي علمني الصلاه الوجود في, في في مع المؤمنين في الجو الروحي كل هذه الامور تشجعني كتير وفهم مفاهيم المحبه يشجعني اكتر التامل في محبه الله وكيف ضحت لاجلي ده كله يدفعني الى الامام لاعيش حياه الحب الفعليه واسلك السلوك الحقيقي سلوك المحبه أعزائي المشاهدين واضح جدا إن مفيش حجة إن احنا نعفي أنفسنا أن نترجم الحياة محبة بطريقة عملية ونسلك فيها، لقد وهب كل ما هو لنا للحياة والتقوى وينبغي أن نسلك كما ذهل كذاك ونعكس ونعيش ونطبق المحبة بطرق عملية. دكتور حليم ما زال في عبارة تاني محتاج أسمع منك فيها يعني في يوحنا انجيل يوحنا بيقول العباره الجميله ده صح 13 عدد 34 وصيه جديده انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا وبعد كده بيقول كما احببتكم حط المقياس ان تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا وصيه جديده هي ما كانتش قبل كده الحاجة الثانية المقياس كما أحب كما زي ما أنا بحب بحب المسيح زي ما المسيح بيحبنا عايزين احنا نحب بعضنا بعض بهذا المقياس ازاي يحصل الناموس حدوده في المحبه تحب أه. الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك بالزافت. من كل نفسك دي الوصيه الاولى الوصيه الثانيه مثلها تحب قريبك كنفسك يعني الناموس اقصى حب تحب تحب قريبك طب عدوك لا طبعا ما قالش تحب عدوك تحب قريبك كنفسك ده كل اللي قاله في ليها حدود المحبه ليها حدود لكن لما جاء الرب يسوع المسيح أصبح نموذج رائع للحب فهو لم يحب القريب لكنه أحب أولا أحب الأب بإعتباره الإنسان الكامل نعم. أنا أحب الأب والشيء الثاني في حياته على الأرض أحب الأعداء أحب ما يقدرش يقول لي أحبوا أعداءكم وهو لم يظهر هذا الحب للأعداء مم. ولذلك لا هو أحب الأعداء مفيش ولا كلمة سوء تمسكها عليه قالها أي شخص اظهر العداء واعلن الع... واعلن عداءه للرب نعم الفريسيين بحبهم الصدوقيين بحبهم العشرين بحبهم بس هم اللي كانوا بيكرهوا الفريسيين والصدوقيين ليه؟ لانه بيحب العشرين الخطاه لكن هو بيحب الكل يعني هم لما قالوا عنه انه محب للخطاه والعشرين كانوا غلطانين هو مش محب للخطاه والعشرين فقط هو محب لهم هم كمان مم. ويريد خلاصهم، لكن هم اللي قافلوا على انفسهم. نعم. فهو محب للجميع. عشان كده في فارق بين العهد القديم في الناموس حدود تحب الرب تحب قريبك. اما الوصيه الجديده اما في العهد الجديد دي وصيه ما كانتش في العهد القديم. نعم. ان انا احب حتى الاعداء. نعم. وصيه جديده اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا، ما كانش في العهد القديم تحب قريبك كما احببتك انا يقول الرب لا في مقياس للحب في حدود للحب قريبك نفسي عشان كده اللي يقتلك اقتله والقاتل سهوا يهرب روح مدينه الملجا فحب محدود لكن الوصيه الجديده انك تحب اخواتك والاخرين حب بلا حدود يقودك الى التضحيه حتى لو بعمرك ونفسك لاجل الاخرين نعم عشان كده الرب إدى هذه الوصية، وصية جديدة أوصيكم أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، أوعى تقول أنا بحبك غير لما تحط المقياس حب الرب ليك، رب حبك؟ نعم، أديه إيه؟ مات لأجلي، أنت بتحبني؟ أه قد إيه؟ دي علامة استفهام على طول ابسط الاشياء الرب أقول لي عاوزك تكملها زي ما كملت احبك وعندي استعداد اموت علشانك ودي مقاييس حلوه احبائنا المشاهدين قدام المقياس الجميل ده احنا نصرخ للرب ان يعطينا ان نحب بعضنا بعضا كما احبنا المسيح بهذا المقياس وبهذا المنسوب المسيح يريدنا ان نعكس وان نعيش الحب في داخل عائلاتنا في داخل كنايسنا تعال النهارده نطلب معونه خاصه ونقول له يا منبع الحب أعني يا رب إني أؤمن يا سيد تديني قوه ومعونه وتديني تتفجر في قلبي يا رب انهار حب فتفيض على كل اللي أعزائي المشاهدين في كل مكان استودعك في نعمة ومحبة الله تغمرك وسلامه يكون معك وإلى اللقاء في حلقه قادمه من برنامجكم أنت تسأل والإنجيل يجيب.